انا وانت عندنا لسته جرايم قد كده يا سكينة. ايدينا في ايد بعض وتساعديني. يلا يا ست الكونتيسة. يمكن في مصيبة كبيرة ولابسينها انتوا الجوز. لو اهتميتي بنفسك شوية شكلك هيتغير ومحدش هيعرفك. أنا لو اهتميت بنفسي مصر هتخرب. لعبة دي أنا ألعبها كلها في ملعبي. شوية ألمظات سالكة نظيفة. دول هيمرجحوك يا عم مرجحة بجلابية حمراء يا رانيا. شوفي بقى منظرك بالأحمر. على فكرة بقى أنا ببقى تحفة في الأحمر. أحدوه. أنا مجرد إن أنا هربانة من مستشفى الأمراض النفسية مش أكتر. مجنونة؟ إنما دي سفاحة. الدنيا ملبشة والحكومة مالية المكان. بوليس. مين اللي جابك هنا؟ ليك حد جوه؟ ومين فينا يا باشا ملوش حد جوه؟ ده احنا كلنا جوه أصلا. مكافأة نص مليون جنيه لأي شخص يدلي بمعلومات تدل على مكان رانيا سنور. بقالي كتير قوي ما اكلتش أكلة حلوة. طب وهم منزلين حلوة قبل الأكل ليه؟ ده سوشي. إيه سوشي؟ عاوزك تقتلي الدكر اللي أنا شايفه ده؟ هو أنت يا اسطى الشيطان مأجر دماغك مفروشة؟ يا لهوي. عايزين أكتب علينا الساعة دي عاملة 350 ألف جنيه. إيه الكذب ده؟ 350 ألف جنيه؟ أسود. أنت عايز أنزل هنا؟ دي تربة جديدة محدش اندفن فيها قبل كده.